ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم عن اللدغات في الكلام. الاطفال اللي عندها لدغه مثلا في حرف الكاف بتنطقه تاء، او الجيم بتنطقه دال، او حرف القاف بينطق طاء او بينطق تاء برضو، او اللي هو عنده السين بينطقها ساء، او اللي عنده الخاء والغين بينطقها حاء، اللي هو اللدغات اللي في الحروف. تمام؟ اللي بينطق الخاء والغين ح مثلا، غراب مثلا يقولها حراب، او خاله مثلا يقولها حاله. تمام؟ او اللي هو اللدغ في الكاف، في الكاف ينطقها مثلا كلمه كلب يقولها تلب، او كلمه كوبايه يقولها توبايه، او كلمه مثلا جمل يقولها دمل، او جزر يقولها دزر، او كده. الاطفال اللي عندها لدغات في الكلام هي صعوبه نطق صوت الحرف. اللدغة هي صعوبة في نطق صوت الحرف، صعوبة في نطق صوت الحرف. تمام؟ واللدغات صفة مكتسبة مش موروثة، مش هو عشان باباه مثلا او مامته عندهم حرف او حرفين فيهم لدغة فالطفل يطلع وارث الحتة دي، لا، اللدغة صفة مكتسبة. تمام؟ يبقى اللدغات صفة مكتسبة من الكلام ومش موروثة، يعني هو مش بيورث فكرة ان بابا وماما عندهم حرف او حرفين بيلدغوا فيهم فانا بالتالي كده، لا، اللدغات مش موروثة. تمام؟ وده طبعا بيكون نتيجة التعلم الغلط، هو بيتعلم بشكل غلط نطق الحرف فبيتعود على النطق الغلط اللي هو بينطقه. التعلم الخطأ لصوت الايه؟ الحرف. وممكن يحصل مع اطفال ضعف السمع، او الاطفال اللي عندها عيوب الفك، عيوب في الفك، او سقف الحلق، او عيوب في سقف الحلق. يبقى اللدغات قلنا ان هي مش موروثة، هي مكتسبة من الكلام، لان هو اللدغة عبارة عن نطق صوت الحرف بشكل غلط. تمام؟ زي ما قلنا صوت الكاف مثلا تلاقيه بينطقه تاء، هو كده بينطق صوت الحرف غلط، فهي الحاجة مش موروثة. تمام؟ وبالتالي احنا لو ابننا او لو حد من ولادنا، البنت او ولد عندهم مشكلة لدغة في الكلام زي ما اتفقنا، الكاف الجيم القاف الخاء الغين السين او الشين، يعني اي لدغة في حرف السين مثلا، اي لدغة للطفل من لدغات الكلام نحاول نعالجها، عشان الاطفال بتبدأ لما تروح مدرسة او تروح حضانة بنبدأ نلاقي شكل تريقة وتنمر عليه، وده بيضايقه اكتر. تمام؟ وكمان لما بيتعود فترة طويلة ينطق الحرف غلط بيتعود عليه بعد كده، وبيبقى نيجي عشان نصلحها بتاخد صعوبة شوية. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، اللدغات في الكلام. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.